البصرة والناصرية والعمارة وقضاء الحمزة وناحية غماس، وما يهمنا انفجار حتى لو نموت بالشارع. رسالتنا القوة الأمنية جيدة جدا، بس اكو مكانات ما بها القوات الأمنية. النقص اكو مكانات يعني فراغ ما بها قوات أمنية، يحتاج أكثر من هذا العدد قوات أمنية. بالنسبة للمناطق البعيدة، بالنسبة للغماس هذا بغداد ما بيها شيء، وموجودة القوات الأمنية والجيش والشعبي وجيدة جدا. إن شاء الله راح أزورها إن شاء الله. إلى ضاقت الوسعة وزاد هم الروح، إلى ضاقت الوسعة ودوم هم الروح، دوم اصبر يا زاير لا تظل تنوح، دوم اصبر يا زاير لا تظل تنوح، ثلاثل بالحوائج بابهم مفتوح، ثلاثل بالحوائج بابهم مفتوح، ابو فاضل وسفير حسين والضلع الجسر مزروح. هاو نزورك يا مولاي نزور، شنه كرونا وشنه الموت نزورك يا مولاي، شنه كرونا وشنه الموت نزورك يا مولاي، شنه كرونا وشنه الموت نزورك يا ما ياثر علينا لا كرونا ولا احنا جايين للكاظم، هو ابو جواد يعني واخر الكورونا. اي طبيب الكورونا، وكل انسان مريض وصل للكاظم يطيب. اشكرك يا رب. منين جاي انت؟ من محافظة بابل. محافظة بالمشي. اي مشي اي مشي. وين تروح؟ للكاظم باب الحوايج ابو طلبه. ليش تروح بالمشي؟ شنو السبب؟ يعطينا العافيه ونطلب من عنده كل شيء. ايش تطلب من عندك يعطيك الكاظم. ايه ما يبنى لا كورونا ولا غير كورونا. همت ما لنا علاقه بالفجارات، نمشي ما يأثر. نموت غير نعيش، احنا نمشي للكاظم ونمشي للحسين، ما يهمنا كل شيء. ايه حجي وين جاي انت؟ من النجف. من النجف؟ ايه المشي. شنو رسالتك؟ ما هي رسالتك؟ والله ان شاء الله الامور زينه وماكو شيء ان شاء الله، مستمر على الطريق هذا، مستمرين على الطريق ان شاء الله. نشكر هذه القناه ونشكر جوا. الله كورونا ماكو، الدكتور موسى الكاظم. كورونا ماكو ان شاء الله، الدكتور موسى الكاظم ان شاء الله، كل كورونا ماكو هنا ان شاء الله.